طبعا من هنا ربكم بخيرة. جالي كمية تنمر، تنمر مش طبيعية، تنمر مش طبيعية، تمام. من درويش وتيمو وبطيخة، تمام. وانا ما اعرفش دول مين، دول صحابي اللي طلعت بيهم من الدنيا، المناوب اللي دايما بيشجعوني ويقفوا في ظهري وبيحطوا عليا، واخد بالك انت. ف انا دلوقتي عامل لهم ميوت، فهم مش سامعيني دلوقتي، فانا اخد راحتي، اشتمهم، اهينهم، احط عليهم. انا دلوقتي ايه؟ فالمفروض ان انا اقتل البغل ده. البغل ده يا جدعان، اللي ما يعرفش البغل ده هو قاعد بيلعب استغمايه، بيلعبها امبارح معايا، تمام. هو يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخة في الكلام، ناقصين لبخة، ده عايز يتعالج ويجينا. المهم الوحش العقيم ده لما باجي اضربه وبحط عليه بينادي لي مراته، تمام. انا المفروض اقتل مراته واقتله هو ومراته، بس انا المفروض اولع فيها قدامه عشان اثبت له ان هو ما بيعرفش يحميها، والمفروض تطلب الطلاق منه. ف يلا انا هفك الميوت عشان يسمعوني ويشوفوني، هنشوف الدنيا عامله ازاي. بس والله يعني هم بيشجعوني، يعني انت هتشوف التشجيع دلوقتي. معلم بتضيع في خرف وجهك على الفاضي، حط على الزد، انت اي حرف عندك بغير فاير كراكر يا حمار، غير فاير كراكر، يا اخي ابلع انتوا والله ابلع العظيم احبطتوني، ابلع. احبطتوني، انتوا صحاب خنازير وربي داخل تقول لي ابلع بدل ما تقول لي طبل لي يا عم، طبل لي في الرفيع، طبل لك في التخين يا عم. هيل هيل اشرد، اجري يا غريب، كبسوا يلا يا شباب، كبسوا كبسوا، بص كده ابلع عليه، قشم عليه، خلينا نتفرج واحنا ساكتين. لا لا لا، كبسه ابلع كبسه، لا لا ابلع لا. اسد السطور. اوبا الاسد جه، والاسد شرفنا يا رجاله، الاسد جه يا رجاله، وشوفنا الاسد ده بيجيب مراته. لا 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 لا، بيجيب مراته. تعالى تعالى. موت، هو راسه مقطوعة كده وبيجي لك تاني، هو راسه مقطوعة. ايوه اول مرة بس اشوفه. عليه صرخة تعالى يا تعالى تيمو، تعالى، عليه صرخة بتصح الميت. بيصرخ وينونو ويصيح. تعالى تعالى، ايوه بص بص، حركاته حركاته مش طبيعي. تعالى 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 تعالى، يلا يلا يلا. بدأ ينط يا ابن الكلب. لا 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 لا، عايز الصوت دي. لا 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 ما لا لا تصدش، لان جالك عليها حروف لا لا لا، انا فاهم عايز اصدها، قوية، لا كنت هصدها، بس هو شكلها خسيس، صعب. بس هو خسيس. اضرب اجري، تعالى تعالى لا تعالى تعالى انا مش تعالى دعوة، انا مش هديك نصايح تاني اللي انك بتخاف تعالى، عليه. اديني نصايح، تعالى لا تعالى. لا انا انا اخاف بديك نصايح بتتنمر انا عليا، خايف يا ابو صلاح. انت عايز بطيخة دلوقتي. سطوف انت قربت من مستوى المحترفين. لا لا صح ما صح حصلش. صح مين هو بطيخة بيقفلها في ربع ساعة اللعبة كلها، انطمن صح يا صح باشا. صح صح انا نوب، بص شوف انا نوب. لحد الآن، لحد ايه ده؟ الآن سطوف بيشتغل هيروح كويس. يناديها، هيروح يناديها، هيروح خد يناديها، يا، يلا يا خد ابني يا ابن، ناديها، ما يا عندناش نسوان يا، يا ده. هيناديها والله طب هي هتيجي منين؟ ده نطت. يا بنت الكلب. يما يما، ايه ده؟ يا بنت الكلب، انت هم المفروض الاثنين تضرب بدهم مين بقى؟ يكاتلوك؟ تضرب الاسود؟ المفروض ان انا مشكلتي، المفروض ان أنا... بص بص بص، بنت الكلب، بنت الكلب، يا بنت الكلب، يا بنت ما اكيد الكلب. مش هسيبك تضرب ذكرها اجري يا ورجلها. اشرف، اجري يا اشرف. انا هتجري هوريها هي واللي جانيها. تعالى ما انت هي ده هيلك. لو يا ابني انت ما هيلتش وما جريتش. هيل هيلب 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 هيلب. ومركن عليا اقول له هيل. وهي انت المفروض تضرب مين فيهم؟ تضرب الاثنين؟ يا بنت يا بنت ده انت حرمة سعرانة. اوعى يا خروف، تعال اوعى يا دوع، استنى بس، انت المفروض تضربها هي اللي تضربها هو. المفروض اضربها تضربها هي. هي، اولع فيها، بس انا غبي. انت ضربت من بعيد. استنى، ما هي المشكله اللي بيلوش ابن انا هولع فيهم هما الاثنين. استنى بص، انت ولعت فيه هو ولعت يا فيهم هما حلو. الاثنين، ولعت في الاثنين. طب حلو، ها اضرب، انتهز الفرصة، اضرب اضرب. ما هي كف، بتهجم بتهجم. اوعى ما بتتصدش. اكيد هبدتها بتتصدر غبية، يا هبدتها اشرف. غبية غبية اجري غبية غبية فشخ. اجري اجري، ايه اوعى اللي ماشي ايه بيلوش ده يا درويش، عم مش هتقول عبد لي هوا الموتى. اهي. هيل هيل، الله عليك يا درويش، ما بتتصدش منها حاجة البتاع ده على فكرة. هولع فيهم هما الاثنين. بص ما لا ولعتش فرق يا ابني، واحد. بس
على فكرة انت شردت من الاثنين، ما تعرفش كيف؟ عنديش. بص دي لازم تتصد. ماشي، هو بيريح، احنا لازمتنا بيتحسب لك لما بتضربه. طب هو عمل يا بنحسب بنت له. الوسط. هيل هيل، لا 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 اشرد لا 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 اشرد اشرد. اركض اخوي عامر، خاطر الله كفو اركض. كفو كفو كفو، لازم تضربه هو على فكرة. لا بيضرب الاثنين، سطوف انت نص دمهم الاثنين. بص ركز بص يا سطوف، ده انا هعمل من شهامل من فخدها شاورما هي وجوزها بتروسخ. تعال. لا والله ده بتصدلها. طب كويس، اضرب 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 قبل ما يجيلك لهبل الثاني. لا انت لازم تضربه هو على فكرة يا ابني، هما الاثنين. لا تصدق ان الضرب بتحسب لك على الابيض يا ستوه؟ لا بس هو لا بس هو لا 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 بس لا اضربه هو. اجري عشان هي هيكح. هي هتيجي، تعالي. احا احا اشرد احا يا ولد الكلب يا ولد الكلب. يا عادي عمي لازم ساعدك تضرب يا يا سطور. عمي، يا عمي حطه عليا يا عمي. هو ولا اجري يا ولا اجري ولا 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 اجري. مجنون يا عبد المجنون، ولا ولا ما تتحركش ما تتحركش ما تتحركش. نزل الشريط. ايوه الطوف اضرب الابيض، انساك منها اشرد منها بس اضرب دي الابيض. الاهم دي الاهم. لا يا عم والله اشرد دي الاهم. اشرد الطوف انا شايف ان الضربه في الابيض ما بطيقها. ضرب. اقول لك معلومه. ايوه اذا كتلت الابيض البنيه بتموت تلقائي. ما انا قلت كده، ما انا بنقول قلت كده ان احنا الضرب في الابيض هو اللي بنقول. بيتحسب اصلا. هيل 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 اح هيل يا سطوف. استنى يا درويش، يلا يلا شريطك فول. ما هي تحتيك هتيجي تضربك على فكره. اضرب. ماشي والله يا تيمو. نعم تيمو بيتوقع توقعات بتحصل. هيل ما انت هيل يا زلمه. يعني انا موت العبيط ده؟ طب تعالى يا ايوه يا زلمه. الضرب اللي فيه هو اللي بيتحاسب فعلا. انت لما بس بتيجي عليا هي شو بدك بيجي لك تسوي يا سطوف؟ سطوف بدل ما تضربه لما يوقع 4 ضربات ضربتين وهي راح تنط عليك. ايش هيلوش؟ اجري يا غريب. وراي 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 كلام. يا ولود نص الكلب دمهم. يا ولود نص عايزين دمهم. مني يا ولود الكلب. هموت يا اسطى. هي كمان واحد اشرد. هموت بنت الوسخه جايه ورا وسريعه سريعه سريعه سريعه. انا عايز اروح العبيط ده. ايوه هيديك الضربه اشرد. هتضربك ايه؟ ايوه هي الهان. اشرد اشرد. بص الضربه ما بيتحسبش، شايف؟ بيتحسب بيتحسب بيتحسب. مش زي امسك منها اتصد منه. يلا لا دي ما تتصدش. اتصد منه. بتتصد والله يا تيم. اضرب اضرب اشرد. أيوة. عرفتها يا بنت العبيطه، انت بس شغاله أيوة. كده. طب ما هي ايوه هتموت، خلي بالك هي هي هتموت والله. بص بص الشريط بتاعها. انساك منها انساك منها انساك منها. انساني صد منها مين؟ منه يا عم. شوف هو دمه نصه الاثنين. ايوه قرب عشان تصد. هاي ثانيه بس انا اروح لها هي. لا دي ما تصدش. انساك منها يا زلمه. يا عم انساني منها ازاي يا عم؟ روح للابيض بس. اشرد 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 اشرد. هيل 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 حوش يا خلص خلص. والله هي روح هتموت روح هتموت هي والله هتموت. معاك هيل ثانية بس سهر. معيش معيش. دي ما بتصدق. روح للابيض الابيض روح للابيض. انساك والله انساك منها يا سطوف يا عم. روح للابيض هو جاي. والله هتموت. كانت الشريط بتاعها فل يا سطوف. انت يا زلمه بتسمع انساك منها يا زلمه. اللي مصعب اللعبه دي جو ان انت لما بتضرب ما ينفعش تتحرك وما ينفعش تصد. ما هو ده الكنترول فيها مش عارف. ما تضرب سطوف. دريش لما تيجي هي الفرق انك بدك تصد من الابيض يقع تضرب ضربتين مش 4. يا بوح ساعتك بكلمني؟ امال بكلم مين؟ بكلمك انت طبعا. طب يا سطو. يا عربي كيف حالك؟ الحمد لله بخير.
يا جدعان انتوا ليه ما سلمتوش على المتابعين صح؟ يعني من حاسسكم كده يا يعني لا. مفيش حد فيكم رمى على المتابعين ولا عاملين ايه ولا بتاع انا غير متابعين سطوف الا متابعين سطوف يعني ما انا حاسس درويش يعني مش في بطيخه الثاني انا لا. انا لو انا متابع لسطوف بتابع سطوف انا لو انا متابع لسطوف بتابع سطوف هو بعينه بغباوته وشكله العكر انت ما حطيتش زد معلم بتضيع في خرف وجهك على الفاضي حط على الزد انت اي حرف عندك بغير فاير كراكر يا حمار غير فاير كراكر الدنيا عامله ازاي بس والله يعني هم بيشجعوني يعني انت هتشوف التشجيع دلوقتي صاحبك وصديقك تعال لما اجيلك منه تبقى مولمة قوي يا جدعان والله العظيم يا جدعان مولمة قوي يا جدعان نفسي اعيط للعالم الصغيرة بس لكن نخلص منهم ولكن اقول ايه بس العيش والملح ما نخليهمش عند ربنا غبي ابني كمان مرة غبي انت يا سطوف انت غبي برو ماكس يا سطوف انت حمار يا سطوف انت غبي برو ماكس يا سطوف انت ايه حكايتك ايه حكايتك قول لي حكايتك انت حمار يا سطوف هو مفيش دم وعمال اشرح عمال اطرح وانت فعل وده برد برود انا خليتك على حياتك اضرب كمان واحد ايوه اضرب راجلها معاها هو ده الفرق لما يكون معاك راجل راجلها معاها وهنا طبق المثل طول ما معاك راجل فانت في امان لا تخافي يا اختاه احا اختاه انا يا زلمة لو انزلها والله لنام في الشارع والله والله ابوها هيزعته لان هو اولا هيكسر اللابتوب وبعد كده اوعى قالوا له قالوا له فداك يا درويش كسرت اللابتوب يا حبيبي فداك ايه ده قابل تعالى يا بتتي والله نفس المعنى ايش هذا I am you